حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها بالبرنامج. بداية اللي يحب يتصل بينا، أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام. الرقمين اللي تشوفوها ذني للداخل العراقي، أي شخص من داخل العراق من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا عليهن. أما الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها أمامكم داخل وخارج العراق يقدرون يتصلون بها على حد سواء. وعندنا رقم آخر راح تشوفوه هنا، هو رقم برنامج الواتساب. هذا الرقم ما أقدر أستقبل على أي اتصال، ما أقدر أستقبل أي مكالمة أو رسالة صوتية. أتمنى تكون رسالة مكتوبة ومتبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة رافدين عندها تردد جديد، ترددنا هو 10727 على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل متواصلين وياهم 24/24. أما الحلقة، وعدناكم يوم الجمعة أنه نخصص حلقة حول قضية المعتقلين والسجون وقضية مطالب الشعب العراقي بوجود عفو عام عن المعتقلين. بداية عندي هنا القانون، هاي الصفحات اللي شايلها بإيدي هي المرشد إلى حقوق الإنسان الأساسية لضباط التوقيف والاعتقال بالعراق، المبادئ والمعايير والمعرف شنو والسوالف. من ضمنها يقول لك أكو أمور لازم احنا نفهمها. من الحقوق الدولية للمعتقل أنه هو المعتقل والسجين كافة يفقد الحرية في الحركة، لكنه يحتفظ بحقوقه الإنسانية كبشر وهم رهن الحبس أو الاعتقال. يجب عدم معاملتهم بصورة لا إنسانية أو مهينة. والمعايير الدولية تمنع صنوف التعذيب كافة، والتعذيب لا يعني مجرد إنزال الألم الجسدي أو النفسي، فهو يشمل جميع أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة. هذا بالمعايير الدولية. أما بالقانون العراقي، لا يمكن اعتقال الأشخاص إلا وفقا للقانون العراقي، ويجوز للشرطة وضع الأشخاص رهن الاعتقال، يعني يبقوا بالاعتقال يوم واحد 24 ساعة فقط على أساس الشك المعقول في ضلوعه بجريمة ما. بعد انقضاء الساعات 24 لا يجوز احتجاز المعتقلين إلا بأمر صادر من قاضي التحقيق ولا يتجاوز الأربعة أيام. أما إذا ثبت براءة المعتقل يطلق سراحة فورا. هاي بالقانون العراقي. أما حقوق أهل المعتقل أو ذوي المعتقل، أولا يجب على الحكومة أو مركز الشرطة أو الجهة الأمنية أو إدارة السجن أو كان من يكون إعطاء التفاصيل الشخصية المتعلقة بالمعتقل مثل تاريخ الميلاد والوزن والطول والاسم والجنس وتسجيلها وكلها عندهم وأسباب الاعتقال، وأيضا السلطة القضائية اللي صادقت على أمر الاعتقال، تاريخ الاعتقال اليوم والساعة، تاريخ الإفراج في حالة السجناء المحكوم عليهم،
تاريخ المثول أمام أي محكمة في حالة السجناء قبل المحاكمة، ويجب السماح للمعتقلين بإطلاع عائلاتهم وأصدقائهم بمكان اعتقالهم بأسرع فرصة ممكنة. يجب على مركز الاعتقال السماح للمعتقلين بمكالمة هاتفية مجانية لهذا الغرض، السماح للمعتقلين باستشارة محامي أو قانوني، خصوصا إذا لم يكن قد صدر بعد حكم يدينهم بارتكاب إحدى الجرائم. ويجب على إدارة السجون والمعتقلات أن توضح للمعتقلين حقوقهم ومسؤولياتهم وهم رهن الاعتقال، التأكد من مقدرة المعتقلين الأميين على فهم هذه القواعد والإجراءات جميعا كحد أدنى. عليك تقديم معلومات بشأنهم أو بشأن حقوقهم في المعتقل، وأكو قواعد الانضباط والتأديب في مراكز الاعتقال يجب أن يعرفها، كيفية التظلم يجب أن يعرفها، وأي معلومة ثانية تيسر عليه التكيف مع حياة الاعتقال إذا حكم يجب عليه أن يعرفها. هاي بالقانون. أنا عندنا اتصال، أنا عندي هسه الأوراق الأربعين الجوة إيدي، هاي بالقانون والقانون العراقي. المعتقلون الغير محكوم عليهم بارتكاب جناية يجب معاملتهم كأبرياء بعكس حالة السجناء، فإن اعتقال هؤلاء ليس عقابا بل للتأكد من الجريمة إن ثبت صحة هذه الجريمة أم لا. أول اتصال ويانا اليوم أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبو فيصل مساء الخير أستاذ أثر، كيف حالك؟ مساء الأنوار أخوي العزيز، تحية لك تقدير واحترام وتحية للقناة وكادرة وثورة التشريع. والله أستاذ بالنسبة أنت تتكلم عن بالنسبة عن القوانين، هو المشكلة في العراق هو لا يوجد دولة أستاذ حتى تتكلم، العراق هو لا دولة في العراق حتى تتكلم، هي دولة عصابات. نحن نطالب من دولنا العربية بسحب سفراء من لأن العراق لا يوجد دولة أستاذ، وادخال العراق نطالب بمشروع، نطالب من الامم المتحده، نطالب بادخال العراق تحت الميثاق التابع للامم المتحده حتى تجرى انتخابات بالعراق نزيهه ويصير يقودها الشعب العراقي. وما في ظل هذه الحكم لا قانون بالعراق، نحن نشوف المجرمين يقبضون معهم صواريخ ومعهم ويطلعون في ساعه واحده، والناس الابرياء يعتقلون ولا يعرفون حتى اهلهم وينهم. يعني لا دوله بالعراق ولا نظام بالعراق، هو نظام تابع لولايه الفقيه المجرم. وتحيه لك. حياك الله أبو فيصل. أم وسامة من الطارمية، حياك الله. شلونك بعد؟ هلا بيك يما. أقول لك خالة. ها يما. بيك أكثر. أقول لك خالة، راح تبي تكون المواجهات يعني والزيارة؟ نعم. الزيارة مالت المساجين تبي تسويها؟ لا يما، أنا دا أحكي لك القانون العراقي، أنا ما أعرف فتحوها أو لا. أنا دا أحكي بالقانون العراقي، لازم يعني لازم المعتقلين يشوفون أهلهم، ولازم يبلغوهم بالقضية، ولازم يقولون لهم ليش معتقلين، ولازم إدارة السجن مستعقلهم حال مستعقلهم بشيء. نعم الله يخليك شاء الله تدور، يعني ماكو عملية بتروها إلا الموافقة. نعم والله خالة، يعني مثل قلبي والله مثل النار عليهم بالله العظيم، أتمنى يعني بتكون المواجهة ونشوفوا لأداتنا ونفرح بيهم. الله يخليك يوم في الأهل، يعطيك العافية إن شاء الله كون. أيوة شنو ذا نبغى دولي اليوم؟ شنو ذا نبغى دولي؟ لا ساعتين أهلهم وأحبوا إن شاء الله تنشل كده. ده يضربهم، شوف ده يضربهم، ده يضربهم. كل يكسرون بهم، شنو ذا نبغى الشباب الحلو؟ الله لا ينطيهم إن شاء الله. جاء رب العالمين ينتقم منهم انتقاما شديدا إن شاء الله. نعم. والله خايف بس قلبي، حلو قلبي ودولعك، والله بس قلبي. ولدنا هيك تعرضه بقى وصار قد ما ساعت يوم 9 أشهر، شنو اللي نبغهم؟ ما نبغيهم ميتين عايشين، حتى اتصال معكم من زمان ما متصلين. وقلبي والله يوجعني عليهم. والله خلاص تعبنا، تعبنا من القهر تعبنا. نعم. والله خلاص واحد شياك وحاجة، الله يحفظك. عبادتي تحت المواجهة صراحت والله. لا والله يما انا جبت القانون العراقي، يعني اكو ناس هواية دا يطلبون من عندي انه احكي عن قضية المعتقلين والمعتقلات وقضية
العفو العام، فأنا طلعت القانون العراقي ومواد القانون العراقي 40 صفحة فيما يخص يعني إدارة شؤون المعتقلين والمعتقلات. صحيح. نعم. لكن الله فعل عائلكم ربي إن شاء الله سنبين بالناس. هاي البارحة الحادث الصار هذا سنبين بالباقي راح نعاد الحرب عليها من جديد. نعم. يعني من يتحمل بعد حرب ما عاد لكل حتى ماكو بعد أي ماكو بعد يعني من يتحمل حرب النوم ما حد يحمل الحرب ما عاد. نعم. يوم ينتوي نريبة يوم ينتوي نمص هو من بدأ يطلع وراهم هم دولي مختلفة من حسبي الله ونعم الوكيل عليهم كلهم دولي. نعم والله هم دولي اللي يلعبوا بينا طوبة والله شو سوى خالها هي الحمد لله الله الفرج عليكم إن شاء الله يا ربي على أيديكم يصير إن شاء الله. شكرا شكرا لكم وسام ورب يرد لك ابنك او ولدك ويرد ابناء المعتقلين والمعتقلات كلهم الى بيوتهم سالمين غانمين وما تشوفون مكروه. يعني ام وسام انا دا احكي على القانون جتي متلهفه تقول فتحوا الزياره تريد تشوف ابنها ايش قدك وغيرها مئات الاف ايش قد متلهفين يشوفون ولدهم بخير لو لا متلهفين يعرفون ولدهم يعني مرتاحين لو لا دا ياكل دا يشرب صحته بخير لو لا هاي كلها من واجبات الحكومة من واجبات وزارة العدل ووزارة الداخلية والحكومة العراقية والسلطة التنفيذية والقضاء العراقي كلها هاي الواجبات لازم هم يقومون بيها مو الناس. صباح من بغداد ويانا حياك الله يا صباح. السلام عليكم أخ عفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة للمعتقلين احنا نعرف اغلبية المعتقلين 80% هم ناس ابرياء. نعم. ما ثبتت عليهم الادلة والتحقيقات يعني الجرم المشهود. يعني فهذول الابرياء يعني انتم كحكومة بغداد المركزية يعني ما تخافون من ناس تدعي عليكم ناس مظلومة بالسجون. وتعرق هواي امور بالبناء وبمسيرة الحكومة والقوانين للشرع واكو ناس مظلومين مظلومين بسبب الضابط التحقيق المجرم الظالم القاضي الظالم المخبر السري اللي دمر المناطق الغربية. يعني هاي المخبر السري ما نقدر نخلص من عدها احنا مخبر سري ما تعرفه شنو اخلاقه شنو وضعيته احتمال عداوة شخصية من دبهم الاف مؤلفة من الابرياء بالسجون ولحد الان هم قضاياهم يعني ما حد نظر بها. يعني هذا القاضي مثل خلينا نقول قضاة الانبار مثلا او بغداد او الموصل او غيره يعني من عندكم معتقلين بالسجون توكلون وتشربون بيهم ثلاث وجبات ومصاريف وخسائر عليهم الدولة ميزانيتها ما تتحمل. انتم تحجون بالتقشف غير المفروض تقرون قانون العفو العام باستثناء المجرمين والإرهابية والناس القتلة. احنا ما نريد ذولي يطلعون بالشارع احنا نريد الناس الأبرياء اللي صار لهم سنوات ما منظور بقضيتهم يعني ما محكوم. يعني واحد معتقل على ذمة التحقيق 7 سنوات 9 سنوات وينكو هيك بالدول؟ صدقني ماكو هيك بالدول. يعني شخص يعتقل القضاء ما يبث بقضيته. يعني مثلا بالأنبار وبالموصل وبالديالة وبغداد حزام بغداد وبصلاح الدين من واحد معتقل وثمان سنوات انت كمحافظ تقول اني اعلى سلطة بالمحافظة ما تدز على القضاة الموجودين عندك تقول له تعالوا بثوا سووا لجان تحقيقية بالجديد سريعة وبث بقضايا ذول الناس حتى اذا بيها مشاكل عشائرية وامور ومخبر سرية بث بيها وما تطول عندكم شهر شهرين ثلاثة اربعة. لكن هم الظاهر اكو ناس مستفيدة من هذا التغذية والمصروف اللي عليهم والمولدات وغيرها فهذول يعني مرتاحين للشغلة ما ينظرون من دار ان هذول عبء على الحكومة من ناحية الصرف والمادة. ثاني شيء يعني اكو 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 ناس من كان الجهاد الحقيقي ضد المحتل لحد الآن هم معتقلين عند الحكومة العراقية. يعني ذول المجاهدين يعني جزء من ذول المجاهدين اللي كانوا يستهدفون بس أمريكان ذول يعتبروهم 4 أرهاب. أما الميليشيات الوقحة اللي جاي تقصف بالأبرياء ببيوتهم ذول يسموهم مجاهدين. يعني القانون هذا القانون الإرهاب يعني على فئة معينة على الغربية وعلى الموصل وعلى حزام بغداد وعلى جرف الصخر ذول إرهابية. أما الميليشيات من تقصف المطار والمطار هو تقريبا فارغ ما بيه فشي يقصفون المكانات اللي خدمية بالمطار او المنطقة الخضراء وتقع وين تقع على الناس المدنيين دول شو يسموهم. يعني هذا القضاء وهذا القانون ومجلس القضاء الاعلى شلون ينظر للمواضيع.
يعني ذولي سنة دبوهم بالسجون 10 سنين. اكو ناس موجودين لحد الان ما مبث بقضاياهم. يا اخي شنو اللي مع ماخركم؟ ضابط الدعوة او ضابط التحقيق اي يستلم راتب مليونين، انت غير تكمل شغلك، هاي الدعوة تكملها في سبيل تقدمها للقضاء ويبث بيها ينحكم 5 سنوات 4 سنوات، وهي كلها كافية، الحكم عليه تافي من مدة التوقيف. بس هم ما يريد يطلعون الناس دولة ولا يريد يقرون قانون عفو. يعني اكثر من دورة جتي البرلمان، انتم فرحانين وفزتوا بالبرلمان غير تقررون قانون، او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، انت من فرت بهذا المنصب اللي يدر عليك ملايين الدولارات غير تفرح الابرياء، انتم صرتوا وفزتوا بالحكم. استاذ صباح انا ما اريد اقر قانون، هم مو صدعوا روسنا بالدستور، مو كل شيء حكوا وقالوا والدستور هيك يقول، أمي خلي نفذ مواد الدستور بالتعامل مع المعتقلين. أخ عفل، الإقرار القوانين بالبرلمان الشيء اللي يخدم المواطن صدقني ما رح يقرروه ولا يتناقشون به ولا يطلع قانون بحقه، والشيء اللي يخدم مصالحهم الخاصة من فلوس وغيرها وامتيازات وغيرها يقرروه جلسة سرية وما حد يعرف يقرر القانون فائدة لهم. اما هذا القانون العفو العام اللي اصبح صار لنا 17 سنة، وين اكو دولة ما تعطي عفو عام بالدول المسلمة؟ عفو عام، اعطي عفو عام عن الناس الابرياء اللي ناس تجرفت، ولا تخلوا عود يبقى ببغداد او منطقته، خلي يسافر العمان، يسافر الاربيل، يروح لغير مكان. بس انتو حاليا يا حكومة بغداد ماكو امكانية والميزانية ورواتب ما عندهم يصرفون يطون للناس رواتبهم الموظفين. نعم. كل نعم. الوزارات متعطلة رواتبها لأن ميزانية وإمكانية ما عندها الدولة، والدليل واضح، الشارع العراقي يعرف أن الحكومة العراقية مديونة ومطلوبة وجالس تستجدي من المصارف وغيرها في سبيل تمشي أمورها ومملحقة. يا أخي هذول المساجين عبء على الحكومة العراقية من ناحية التغذية ومن ناحية كل شيء. يا أخي أطلق صراح الأبرياء واللي هم 80% أبرياء، الناس اللي كانوا بجيش المهدي والله العظيم من عندهم هم يحجون، تجي من السيد مقتدى وغيره أسماء قوام، وكل فترة يسوون مثل عفو خاص، يسمون عفو خاص على جيش المهدي اللي دمر العالم بالطائفية بال2005، ويطلعون من السجون ويعتبروهم مجاهدين، ولهم مقاطع تصوير من داخل السجون يلبسون كفن ويصورون ويحجون إذا هم مجاهدين وما أذهم العالم. وهم كانوا كل العالم تعرف جيش المهدي سوى بالشارع ببغداد وغيره من اغتيالات وغيرها، ذول يسموهم مجاهدين. والناس اللي قاتلت الأمريكان بال2003 لل2010 واللي حد الآن هم معتقلين يسموهم إرهابية، ليش هالطائفية وهالعنصرية هاي المقيتة؟ يعني إلى متى؟ شون يفكرون؟ رئيس دولة يقول لك أنا خلي بعهدي أقر قانون العفو العام، أو رئيس الوزراء كلهم اللي يجمي مو مصلحتهم ولا إيران توافق على أن إقرار عفو عام في سبيل 80% من المعتقلين هم سنة ويطلقون صراحهم. ليش يقولك سنة؟ ليش نطلعهم؟ زين مو أنت ما تتحمل ميزانيتك يا ابن الناس، ناس جوعانة بالشارع ما لاقي تاكل، شلون توكل ناس بالسجون؟ القضاء مجلس القضاء الأعلى ليش ما تقترحون يقترحون أن قانون هذا العفو يمشوه؟ يعني ماكو داعي هالسجون هاي اللي مليتوها تجيبون وتذبون، وإحنا نعرفهم كلهم، مخبر سري ظالم وضابط دعوة وضابط تحقيق ظلمة، والقاضي راتب 10 ملايين و15 مليون ما يفكر بالمسجون وعائلته شون عتاكل شون تشرب إذا رب الأسرة وبالسجن شون دول يأكلون شون يتربون، راح يحقدون ويزيد حقدهم حتى اللي موجودين بالسجن المساجين. شي يريد يفكر بالدولة وبالحكومة العراقية وبالعراق؟ يقول لك أنا هيك راح من عمري 10 سنوات ظلم، يطلع تلقاه هذا يقول لك أنا ابن دولة وابن العراق، راح تلقاه حاقد على العراق وعلى أبو اللابس عسكري واللابس خاكي والغيرة، يقول لك دولي هم بسببهم أنا فجاي ما يسوون فشي مصلحة المجتمع العراقي، جاي تدمرون النسيج العراقي والألفة العراقية الموجودة بأن طائفة كاملة تحقد عليهم. ذولي طائفة خلينا نقول الناس الأبرياء وأهلهم هم بالمليون إلا معتقل، يعني فالظلم موجود لحد الآن، والظلم راضي له، القضاة راضي لهم، وضباط تحقيق مستفادين من عنده، والمخبر السري مستفاد في سبيل يظل بالمنصب مال مستفاد من هاي وهاي ويظلم بالعالم، والسجون مليانة سجون، والحكومة العراقية من ميزانيتها ريوق وغدا وعشا وغيرها وألبسة وأمور، وهاي شغلة المواجهة كلها جاي تعاني منها بالناصرية وتعرف وباء كورونا
والوضع يعني ما يتحمل الناس تروح من اقصى الغرب. عندي يعني عندي هسه بالقانون راح اقراها ان شاء الله على الحقوق المعتقل على الحكومه وعلى المعتقلات. انا اشكرك سيد صباح، بس عندي ناس تحاول تدخل ببرنامج، اشكرك جزيل الشكر. ابو منتصر من بغداد حياك الله. ابو منتصر، الو، الو، يبدو ان الاتصال انقطع لانه مدى اسمع شيء. شكرا جزيلا لاتصالك، واتمنى ترجع لنا ابو منتصر مره ثانيه. يعني الظروف الماديه لاعتقال القسم الثالث من القانون يقول معتقلو ما قبل المحاكمه ذولا ينفصلون عن المحكومين، اما المحكومين يجب فصل المعتقلات عن المعتقلين وفصل الأطفال والقصر عن البالغين. في حال احتجاز المعتقلين بعنابر أو زنزانات مشتركة عليك القيام بتقدير انسجام تعايشهم معا، وأن يكون لكل معتقل براحا كافيا، وأن تحظى جميع العنابر والزنزانات بالتدفئة والإنارة والتهوية المناسبة، وأن يكون لكل معتقل أو سجين سرير خاص ومرتبة خاصة وفراش نظيف، وأن يتم تقديم ما يكفي من الطعام بالمجان لجميع المعتقلين والسجناء في مواعيد الأكل المعتادة يوميا، وأن يكون الطعام كاف كما ونوعا من أجل ضمان حسن الصحة. وبالمثل يجب أن يكون الطعام مراعيا للاحتياجات الطبية والدينية والثقافية للمعتقلين والسجناء، ويجب توفير مياه الشرب النظيفة لجميع المعتقلين. أما الصحة يجب أن يكون متاحا للمعتقلين والسجناء جميع التسهيلات التي تتيح لهم المحافظة على نظافة أجسامهم، وأن يكون بوسعهم الاستحمام بالقدر الكافي للحفاظ على صحتهم الشخصية، وأن توفر مراكز الاعتقال الصابون والمناشف، وأن تكون التجهيزات والمرافق الصحية كافة للسماح للمعتقلين والسجناء أن يستجيبوا لاحتياجاتهم البدنية بشكل منعزل وبصورة نظيفة ولائقة. أما المعتقلون الغير محكوم عليهم يستطيعون ارتداء ملابسهم الخاصة. أما المحكومون توفير ملابس لأي معتقل لا تكون له ملابس خاصة مناسبة، يجب أن تكون الملابس جميعا مناسبة للظروف المحلية والجوية، والسماح للمعتقلين والسجناء بارتداء ملابسهم الخاصة علنا على سبيل المثال عند اقتيادهم للمثول أمام المحكمة. يجب أن تكون الملابس أو الأزياء التي تقدمها والتي توفرها السلطات مناسبة، وأن لا تسبب مهانة للمعتقل. يجب أن تكون من النوع العادي المألوف ارتداءه في المنطقة. يجب على مركز الاعتقال تقديم التسهيلات اللازمة لغسل الملابس والبزات النظامية، هواء طلق، توفير الاختلاط بالسجناء وعدم احتجازهم بزنزانات منفردة، وأن تتاح لهم الفرصة لقضاء وقت مع الآخرين. وأهم نقطة، أهم نقطة، العناية بالصحة. هاي اللي كافة المتصلين دا يتصلون ببرنامج صوتكم اللي دا يعانون من عدها، اللي يقولون ولدنا مرضى وما دا يلقون علاج. أبو حسن مواسط ويانا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. على هم السجناء هسه اكو واحد ثبتوا عليه دليل مجرم وسجنه عداوات شخصيه ولا الها صحه، زين على بدولة سنه ويبوهم سجنوهم، على بدولة من الغربيه وذبوهم بالسجن. من هو عمره 15 سنه؟ شو يعرف ال 15 ال 14 سنه بالارهاب؟ شو يعرف هذا ال 14 سنه عمره؟ يعرف شنو هو؟ يرمي رشاقه لا 13 سنة وحاكمين 15 وبهم حاكمين بالإعدام، يعني وين أكو قانون هيك؟ يعني منه سعيد ولحد بس الحكومة الإيرانية صار 15-13 سنة ينحكم إعدام، لأن هم القضاة كلهم إيرانيين. نعم. ألو، القضاة كلهم إيرانيين مجرمين. نعم. هاي ميليشيات إيرانية. وذولا لواقعتهم وعلى المادة من لحم ثورة وطعمة ينطونهم. منين يجيبوا بإيران يخسر من جيبه ينطيه
لو من نحن دوره وقام من فلوس العراق للعراق دوره يخدم مصالح ايران. نعم. وعندك انت جابتهم وهسه امريكا تقول ايران، ايران شايات جاب الميليشيات هاي، هي امريكا جابت. جابت الاحزاب والميليشيات وقيلق بدر ومجلس الاعلى والعصائب مثل من جابتها امريكا. وجابت ايران وخلت. اقول ليش الاستخبار ليش صارت نهايه؟ بمن هو راس الفقير بالشعب العراقي؟ بالمواطنين العراقيين. هي امريكا وايران متفقين على العراق. وما لها علم ولها درايه واتصال بينهم وبين ايران ما يخلون الايراني طب لا تفتح الحدود بين العراق وايران. لان اكو اتصال سريا واتفاقيه سريا بين ايران وامريكا. لو ما بيناتهم اتفاقيه ما يخلون حدود مسوي اتصال والله وتدخل منها بضاعتها وتجارتها من استفادة من الأرض. أكثر شيء وارد ودور نعم صحيح زين وربعنا ذولا شيء شنيعة مو شيء شنيعة ذولا والله العظيم شيء شنيعة زين تعال سلبوا نخبوا المال الحلال كله جابوه من الرمادي والموصل والتكري وصل للعمارة وللناصرية وهسه يبتشون ويبتشون والله رايح للزيارة الأربعينية شيء ما يشبه شيء شيء ما يشبه شيء السيارات جابوه الحلال جابوه يبيعون دي ببغداد وكافة المحافظات الرمادي من الموصل من تكريم من الديالة ما والله الحشد يا حشد سل شيء ولا نعم هاي نعم نعم لا لا أكبر لا نعم وقال لك هذا الدين أبو الدين يقدم الله رسوله شو أمر هذا الشيء لو أمر بالمعروف ما أمر بالمعروف. أبو حسن إذا تسمعني بس بدأ صوتي قطعاني أني جدا أشكرك لانضمامك لنا برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام قبل ما أخذ الاتصال الموجود فاصل قصير ونرجع لكم. بعد عمري راتك ما أريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي وريد ولدنا كل شيء ما أريد منكم غير سلامتكم وهي لكم والله يا ولدي بعد عمري شايف وجهك شايف الخير يا أمي وين انا اريدهم يا ابو ولادي وين ادورهم يا ابويا والله زينهم رغم مني يا عيني يا ابو وين اروح الله يتوغل داوم علي يا غد بس امي يا ابوي اريد يجيبوني يا ابو يدوروني يا ابو يرجعوني يا ابو بس بالدنيا شريت منهم مسجونين ما يخالف محجوزين شباب مثلك جهال بغدهم يا ابوي والله صار مثل التجر وين أروح وين الطواجي لماذا الطواجي هاي الرحالة يا مهجومة كل شي ما فيها جينا نامك بشامينا للغامرين أخجد على الرزازة أطيكم العافية وليدي بعد عمري لك توصلتوتي وين ما كانت وصلة طالب لبيهم يا عيوني يا أبا ولادي يا أبا جنين قلبي يا أبا ما لي غيرهم يا بي يا أبا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مرة ثانية. أرد أسأل الكاظمي وأي مسؤول دمعت هالمرة المسنة هاي ما هزت كيانك ولو شعرة؟ أبو منتصر من بغداد رجع لنا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية خاصة لك وقناتكم.
حياك الله اخوي. انا اولا نعزم فتنة بحادثة الرضوانية. انا احد اقارب اللي استشهدوا يوم 7 قبل البارحة قبل يومين. نسأل الله لهم الرحمة. تفضل اخوي. جزاك الله خير. مسألة السجناء والمقيمين. نعم. اولا احنا وزارة عدل بالعراق اقسم بالله العظيم ما موجودة وزارة عدل. انا معتقل واعرف شكو ما في شهد بسي. زين. يعني والله مشكلة. يعني اشتروا من جوا قليلة بحقهم. زين. يعني انا اقسم بالله اما اسول امام الله سبحانه عز وجل على هذا كلامي. جاءوا اطفال بعدهم بعمر الورود يانات. عمره 12 13 سنة. اقول له تعال وليدي تعال اقعد يمي. اقول له انت شلون الزموك؟ يقول لي والله قاعد على التلفزيون. قلت له يا غنى قاعد عليه. يقول لي على فلان كرتون. اقسم بالله. يقول لي على فلان كرتون قاعد. قلت له شنو تعود تقول؟ والله ما ادري. يكتبون تعال بصم بصمت وكتبوني انت تقول انا شو اسمه داعشي وبصمت. يجي عمره 12 13 سنه. يجي واحد محكوم والله يمكن عمره ما يجي 17 سنه حكم 15 سنه. سالته قلت له هل سامع احد يمنه؟ سولف انت صدق مسوي شيء؟ يقول والله ما مسوي لا اعرف ولا رايح ولا جاي. بوقتها كان اللي لازم السجون حزب الفضيله ذاك الشمري كان وزير. هم كلها مناقصات كلها فلوس تجارة. زين خلهم هاي الناس سووها تجارة. مسألة الأكل والشرب إلى مساء. يا ناس يا عالم أنتم أهل الغربيين ممثل تعالف القوة والبوتي وما تشسم ذاك الآخر. يعني ما تستحون من الله سبحانه عز. لا والله ما تستحون والله ما نترجى من عندكم كل الخير. احنا ما ناشد واحد عمي ناشد إيران. ناشد ايران طلع لنا هذول ولدنا واخوتنا. زين قالوا هم ايران السجناء اللي ثلاث ارباعهم بالحرب الايرانيه الثمانينات حد اغلبيتهم ما يجم وراحهم. زين بس شو نسوي؟ لا حول ولا قوه. فاقول ارجع واقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى كل ظالم يا مجرمين. اما هاي الحكومه لا والله ما نترجى كل خير من عندها ولا نترجع عفعهم. بس ابو منتصر اريد اتاكد من شغله. يعني انت قلت لي في داخل يعني قلت لي حضرتك كنت معتقل. قلت لي كانوا نعم. ياتون محكومين معاكم قاصرين؟ اي الله اكبر. والله بعته بعمر الورود بعته طفل. اقول له انت وشلون من جابك؟ يقول والله قاعد على التلفزيون على كرتون وجون طبوا من البيت وجابوني. قل لي استاذ العزيز ابو منتصر يعني على مود نفهم الصوره بشكل اكبر. القاووش اللي 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 في السجن ما اعرف حضرتك كنت في اي معتقل لكن ايش قد يسع بالطبيعي؟ القرفه غرفه عاديه يعني غرفنا اكبر بعد تقريبا 6 ب 8 والله بها 35 4 بالخمسين إيه 45 50 55 مرات تكتظ شهر شهرين. والله هذا الجرب عشان نقول بوجه هاي الوصاخة أكلت الناس أكل. زين المعتقلين شلون ينامون شلون يغسلون؟ والله النام حل النام حل وشد راسه يمرجين. هذا صاحب راسه يمرجين حل وشد. زين وبيها ناس ماكو مكانات تظل واقفة وإن جل لكم الله خجل تواليت الحمامات يظل وقت ساعتين هيجي حد ما يتبدلون وينقضت الناس هيجي. انتظر رحمة الله سبحانه ما ننتظر من أحد. زين ما ننتظر من أحد. نعم نرجع ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على يا مجرمين كافي. دمر من الناس دمر من الملة. هذول ضباط التحت دولة مو بشر. دولة الدعاوي يبيعونها من واحد لواحد. دعوة تجي بيها 30 40 50 ورقة ما تعبان هو. زين واكو يعني كلام متفقين ويا ناس على التليفون برا متفقين وين الساعة رجلها مقتول كذا وياها على التليفون تعال شخص فلان فلان هو وياها متفق ويظل يسحبون من عنده 60 ورقه 70 ورقه 80 ورقه دفتر. زين هم متفقين بيناتهم بضبط تعرير المجرمين ذولا الدعاوى بينات الناس واحد يبيع الواحد هاي دعوه لك 50 ورقه بس يحولها من فلان ضابط لفلان ضابط. وهاي الناس صار سنين نايمة بس. انت شايف لك سجين 11 سنة ودعوة ضايعة؟ احنا وين عايشين؟ 11 سنة والدعوة مالته ضايعة ما يعرف. زين؟ ولد من اهل السيدية اكتلت جرب ختمه. والله تقريبا
يعني صار لها 10 سنوات ونص وخليتها بالتاج خليتها اسمه ضياء من اهل السيديه، وهذا لا عنده دواء ولا ليش متروك بالسجن، ومو بس هذا مئات الاف مؤلف. نعم نعم ارجع نقول حسن الله ونعم الوكيل. شكرا شكرا لك ابو منتصر. ابو محمد ابن الفلوجه ويانا، حياك الله يا ابو محمد. ابو محمد ابو محمد سامعني؟ انقطع الاتصال يا ابو محمد، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. حسين من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي الكريم شلونك؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. اليوم احنا نتامل حكومتنا الامل يصيرون زينين ويانا يعني، بس هذا الشيء حشاك كذب. نعم. هذولا ما يطلعون بالعين وقاتي. نعم. هذولا كانوا ميتين جوع ويجدون، كان صدام حسين طاردهم وخليهم عايشين عن نفايات بالدول الخارجية. فتح لهم الطريق جوي اللي جاي، فقاموا يتغمون من عندنا. نعم. أخوي احنا قلت لك ما ظل الشيء اللي انت رجعه، أنا أقول لك ألا بدينا يلا يطلعون، بدينا العراقيين الشرفاء. بس هذه إذا ما تصير ثورة مثل ثورة العشرين ويمعونهم واحد واحد ويذبونهم بالسجون ويعيشونهم عن نفايات مثل ما عايشين هسه ولد الخايبات دول 13 سنة و14 سنة وما شملوا هم يسموننا الطب بالسجن بالداخل، خلينا نحكي واقع، يسموننا سنة سلة مو سنة. نعم. يعني هاي الالفاظ الطائفية اليوم احنا بالنسبة لنا، اذا انت تحشيد يعني شي ظل في قلبك ما نسوي شي بهي، واذا ما عد موقف 15 سنة ما مؤدد رحمة، ماكو جوع عطش مي ما يشربون من يجي الليل لحد ما تصبح الدنيا يشرب مرة واحدة بوقت العشاء المود ما يطلع تكرم لتوالية. نعم. المغاتل لأن يقتلونهم، قامت السجناء تبس الكلى مالته ويموت. يعني ايش ظل عندنا؟ انا قلت لك بس شغله واحده، الا مثل ثوره العشرين تجمعهم جمع وتذبهم نفايات يلا نخلص من عندهم. ولا من غير ايران، ايران حاقده علينا من وراء حكم من وراء الحرب مال صدام حسين. شن تعمل منهم؟ احنا نص زلمنا راحت عالسواتر وياهم وزلمهم كلها انذبحت عالسواتر، اليوم انت امر من عندهم يرحموننا؟ اخويا ماكو رحمه. اخونا ذيك الساعه كان يحكي يتامل، لا اخويا ما انت امر من نيران، اذا اريد انت امر نسد الحدود بيننا وبينهم يشوفون شرهم عن ابوهم لابو حتى شرهم. اخويا اسرائيل اشرف من الايراني، اشرف من حكومتنا هذه، ما عندهم إنسانية. شنو الإنسانية اللي عندهم؟ إنسانية الخبز اللي يأكل ينطونها للسجين، إنسانية اللي كله يتعلل عليه من 12 ورا يذكر ويقتله. شنو الإنسانية؟ وينك حكومة؟ لو دول المهجرين عايشين بالمخيمات، حرمة ماتت خيطوا لها رقع مع الملابس، ما عندهم شفت هاي قبل شهرين أو ثلاثة شهور. حيربين احنا منهم دحق علينا العراقيين؟ اخويا جهزهم بالنفط وياكلون مرتاحين، بنا قصور بالدول الخارجية وما مهتمين، وكل من يجي علينا يا يوم من الايام. انا بالنسبة لي بس اتعجب بشي واحد، ما حكمنا حاكم وهو مربي شوارب ويحكي صوت زلمة كل هالتنعوة. يا اخي يعني شريد اقول لك تيجي تحكي تعاتب من؟ نعاتب الجو على ظهر الدبابة الأمريكية، نعاتب العبرون منا من الحدود جو ملابسهم مشققة ذول أهل السبح وغيرهم. ما قلت لك ما ظل شيء نتأمله من عندهم، أنا أقول لك نتأمل بدينا. نعم. إذا ما غيرنا هذا الشيء بدينا ننكال نخلص. نعم نعم نعم. اي ما ظل عندنا شيء، انا اقول لك لا والله العراقيين اذا شدوا حيلهم لا والله يطلعونهم.
سد الحدود اقلقوها من كل مكان واقلقوا المطارات يلزموهم واحد واحد. ليش متعب نفسي؟ بس ماكو احنا بينات العراقيين همينا ما تكاتفنا. احنا واحد ينطب واحد، ناس تاكل بناس. نعم. يعني شنو؟ شنو بعد اللي نتأمله احنا؟ اذا احنا عائلة بيت، ترى العراق عائلة بيت. طيب. عائلة البيت تجمع الزين والمو زين. فالعراق تكون من عائلة واحدة، شنو الغضب اللي نزل علينا احنا؟ شلون صار علينا؟ شكرا لك اخ حسين على الكلام اللي قلته. وعدنا من فنلندا محمد، حياك الله يا محمد. محمد الو حبيبي، شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. والله اعقب على كلام الاخوه، كلامك على أوضاع المساجين بالعراق والمعتقلين. نعم. يعني من الأخير يعني ما شلون يعني ما أعرف يعني أخي، إحنا قلتها قبل وأقولها، ماكو حل بالعراق إلا ثورة عارمة. كل الشعب العراقي يطلع، رجال كبار نساء أطفال، انتوا بعبادة جماعية. البارحة الموصل والمحافظات الشمالية وباس المحافظة الجنوبية اللي وقفهم بشي واحد، ترامب ترى موقفهم، امريكا متخافون من امريكا موقفتهم، كان دمروا العراق ولو هي امريكا جابتهم، بس قدام المجتمع الدولي ووقفوا هدوا الموضوع. بس شوية خلي مثلا ترامب يسقط او تجي حكومة مثل حكومة هذا اللي راح الرئيس السابق الامريكي، الله وكيلك، يروحون على المحافظات الجنوبية يدمروها. هو خلوه بيها، ما خلوه بيها شيء، بس شوية هسه دي يشتغلون شوية خطوف اعتقالات، صاروخ هنانة، طلقة هنانة، كاتم هنانة، قتل هنانة، بالمستشفيات يشتغلون، واغتيالات يشتغلون شوية. بس والله الكل مستهدف، العراقيين الكل مستهدفين، ما يبقى واحد. الله وكيلك، إذا مو الشعب العراقي الكل يطلع، زلم كبار شياب نسوان أطفال الكل تطلع في رعام، لا لا لا، لا الراتب اللي تاخذه انت يفيدك، فكر باطفالك باكر شو راح يعيشون، فكر مستقبل اطفالك، خل عيشوا مثل باقي الدول، مثل باقي العالم، شلون عايشه مستقره. ما سالتوا نفسكم كهرباء ليش ما عندكم؟ صار 18 سنه ليش ما عندكم كهرباء؟ كهرباء ليش ما تصير بالعراق؟ ما تسالوا نفسكم، رايحين سامعين كلام هذا المعمم الفلاني. نعم. شكرا لك اخ محمد، واعذرني دا اقطع الاتصال بس الوقت راح يدركني، وعندي واتسابات، وعندي اتصال ابو صالح من صلاح الدين. حياك الله يا ابو صالح. شلونك استاذ افيد؟ هلا بيك اخوي. شلونك؟ مشتاقين. نحمد الله على كل شيء. شو ضعفان استاذ افيد؟ شنو ضعفان؟ تسوي دايت؟ الحمد لله على كل شيء. تفضل اخوي. رحم الله والديك. استاذ دبل انا اعتمد عليك، احنا نروح الطافي هذا يقول لك الشيعه شنيعه وش اسمه واسرائيل اشرف منها من هاي، احنا نريد عمه، احنا عراقيين، احنا كلنا اهل كلنا. هو قال الشيعه قال اسرائيل اشرف من النظام ومن ايران بالنسبه له. ان على ايران يا ابو، بس مو يقول الشيعه شنيعه، تشلتوا عن الشيعه، قالت سياسيين احنا ما حسبنا علينا. هو حكى عن الطبقه الحاكمه، ما يعني باوع، احنا لو حكى على الشعب كان ردينا، بس حكى على الطبقه الحاكمه، حكى عن ميليشيات، حكى على اداره السجون، حكى على المعتقلات، حكى على الحكومات، ما حكى على الشعب. قال ذولا شوهوا صورتنا. احنا نريد، احنا نروح على الطائفيه، احنا ان شاء الله اهل واهل، وكنا بلد واحد، وان شاء الله والله العظيم قسم بذات الله، قال الان هاي قناه ملتكم
اذا ما اسمعها يوميا والله العظيم اتخبل، لان ابن الله نبات ارجع على اليوتيوب على الانترنت اعيدها. ابو صالح ارد اسالك، ابو صالح ارد اسالك وانت جاوبني. قول عوف الشعب ذولا الطبقة الحاكمة وأحزابهم كلها وكتلهم كلها، سنتهم شيعتهم كردهم يزيديهم مسيحيهم يمثلون طوائفهم؟ لا بعد شكو. لا لا ما شاء الله بهم أنا ذولا ذولا ذلك الواحد بعد شكو هو حكي عليهم. أقول لك أستاذ أبل بس هذا البرلماني بس يخلص البث أول ما يشبع فلوس بعد ما يشتري حاجة ما يشتري بواحد بزمانه. والله وداعتك مو بس يخلص هو موجود بالحكم ما مشتري الشعب العراقي. أنا أعذرني أبو صالح بس عندي دقيقة أرد أقرأ بها واتسابات. شكرا شكرا لاتصالك أبو صالح. أول رسالة واتساب السلام عليكم أخوي أنت قبل شوية تحكي على قانون وين العدالة بالعراق. أنا أخوتي وولده اثنين صاروا 4 سنوات ما نعرف عنه شيء ولا يخلونا نشوفهم. أنا أخوي وأولاده ما عندنا غير الله وهم. وين مصطفى الكاظم يواعد بتبييض السجون؟ أنا أخوي صار لأربع سنوات ما أعرف عنه أي شيء وهو مريض سرطان. أنا دائما أناشدكم بلكت يسمع صوتنا مصطفى الكاظمي، والله راح تموت وراه ولدنا صار 4 سنوات أمه عمت. وين مصطفى الكاظمي؟ وين غيرته؟ خلي شيل الغيرة، آلاف المعتقلين بالسجون السرية. السلام عليكم. كل عفو عام ما يشمل إخواننا سنة باطل ومرفوض، أخرجوا أبناء السنة الأبرار. وأخوكم إبراهيم من البصرة. السلام عليكم. سؤالي إليكم هل أكو تغطية بعد غد يصادف 1/10/20 التغطية مثل عام؟ أرجوكم جاوبوني على هذا الموضوع وتحياتي لكم. نعم يا سيد العزيز، وإذا تتابع الشريط الأزرق الجوة راح تلقي أكو إعلام من قناة الرافدين أنه قناة الرافدين راح تسوي تغطية بالذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين وتقدرون تتابعوها جميعا. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. ابتلى بالاحتلال بالمعلوم وأعوان الفاسدين والعمل في العراق بعد عام 2003 باطل بكل المعايير الدولية والقياسات التي مر بها العراق على يد هؤلاء الفاسدين السفلة في الخضراء. القصد تدمير العراق وشعبه، كلهم أعداء الشعب العراقي، والعراق لا توجد به إدارة تشعر بمسؤولية الدولة. لصوص قطاع طرق تربية شوارع مجرمين. الحل الوحيد من العراق وشعبه طرد الاحتلال ومحاسبة لصوص الخضراء، والثورة تحتاج إلى نهضة الشعب العراقي أجمع. سلام عليكم. والله سبب دمار هذا البلد الأحزاب الإسلامية الموالية للنظام الإيراني. أخوكم أبو عمر من أمريكا. السلام عليكم أستاذ وياك أبو محمود من الرمادي. نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله أبرياء أهالي المعتقلين يقولون صارت سكتة عن المعتقلين. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم نذكر المشاهدين انه عندنا تردد جديد هو 10727 على مدار القمر نايت سات. دخلوا هذا الاعداد الجديد باجهزتكم حتى نظل مستمرين وياكم. برنامج صوتكم انتهى لهذا اليوم، كل مطالب الشعب العراقي خصوصا ذوي الابرياء بالعفو العام. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده ببرنامج جديد او حلقه جديده من برنامجكم صوتكم باكر ان شاء الله بنفس الموعد. في امان الله.